استدعاء اللواء ثابت مثنى جواس للواجهة والقيام بهذه المهمة والسيطرة وإطفاء شرارة الحرب جنوب اليمن. فلنشاهد التفاصيل. خوفا من انفجار الوضع في جنوب اليمن واستجابة للدعوة الوطنية الهامة التي دعا إليها الشخصية الوطنية والعسكرية المعروفة اللواء الركن ثابت مثنى جواس قائد محور الأند قائد اللواء 131 مشاة، عقد مساء أمس اجتماعا استثنائيا تشاوريا للم الشمل الوطني الجنوبي والإعداد القتالي والمعنوي العالي لمواجهة التهديدات التي أطلقتها قيادة الميليشيات الانقلابية المتمردة بغزو الجنوب وإسقاط المنطقة العسكرية الرابعة وتهيئة الأجواء لتنفيذ محددات اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقعد اللقاء بمقر المنطقة العسكرية الرابعة بالعاصمة عدن اجتماعا تشاوريا هاما للجنة التهدئة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الجيش برئاسة اللواء الركن ثابت مثنى جواس وبحضور اللواء الركن أبو بكر حسين محافظ محافظة أبين قائد محور أبين واللواء الركن فاضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المحاور والألوية وعدد من الشخصيات الاجتماعية، حيث أكد فيه المشاركين على تأييدهم المطلق لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة والعمل الجاد والمشترك بروح الفريق الواحد مع طرفي الاتفاق ورعاة الاتفاق وقيادة قوات دول التحالف العربي في عدن والمناطق المحررة لتنفيذ محددات الاتفاق الرامية حشد الإمكانيات لمواجهة العدو الرئيسي في معركتنا المصيرية المشتركة ضد المشروع الكهنوتي والأطماع الإيرانية في المنطقة. كما أكد المشاركون على ضرورة مواصلة العمل وتعزيز الإجراءات الأمنية ولم الشمل الوطني الجنوبي في مواجهة التهديدات العلنية والتحشيدات العسكرية لقادة الميليشيات العسكرية الانقلابية المتمردة التي توعدت باجتياح المنطقة العسكرية الرابعة وغزو الجنوب وأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، والعمل المشترك مع قوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم لرفع أعلى درجات اليقظة والاستعداد والجاهزية القتالية والمعنوية لقوات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في التصدي لها.